نهضروا فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش كتشوفوا السياسه ديال الديباناج طريقه حضاريه في تنظيم قوانين السير. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديال الناس يلاو معنا. شريف واش كتشوف سياسه الديباناج بطريقه حضاريه في تنظيم قوانين السير؟ الراي ديالي يعني لا، باش ما انسان كاع الا غلط واحد الطوموبيله ديالو وداك الشيء ومشى ما عندهمش الحق باش يجيو يديك، ماشي ما عندهمش الحق زعما ماشي قانون هذا باش يهزوا لي الطوموبيل ديالو يديوها الفوريه. مثلا مثلا انت انك حطيتي الطوموبيله ديالك طلعتي عند شي طبيب وانت ما عارفش ديك البلاصه بان مثلا دوزيام بوزيسيون وداك الشيء وهوتي وما لقيتيش الطوموبيله دات الديباناج، كي غيكون الشعور ديالك؟ الراي ديالي انا غادي زعما ما غاديش نقبلها، ما غاديش نقبلها وداك الشيء. الراي ديالي انا الا شي انسان حاط لافوتير ديالو بشي طريقه غير لاحقه وداك الشيء يكتبوا ليه ان بروسي ويلصقوا ليه في الطوموبيله، هذا هو اخر حاجه. ما يدوش الطوموبيل؟ ما يدوش الطوموبيل بكل تواضيع. بكل تواضيع هي في حقيقه ماشي تنظيم ماشي تنظيم حضاري، ولكن المشكل هو انه هاد الناس هادو كيديروا شي حوايج اللي ماشي في المستوى ديال الحكومه، لان ملي كتحط الطوموبيله ديالك وكتمشي كتجي كتلقاها ما كايناش، يعني اش من لاطراس عندهم بان هزوها هما ولا دار، يعني هادشي ما يعني كتبقى مشخوش واقيلا تشفرات واقيلا على انا ماشي هذه ماشي هذا هو المعامله اللي خصهم يتعاملوا معها في هذا. وفي نظرك اش من معامله اش من طريقه بغيتيهم يديروا؟ الطريقه هو انه ملي كيلقاو شي واحد خارق القانون يعني حاطه في شي بلاصه اللي ماشي هي هذيك غادي يعلقوا لي ورقه تما، فهمتي؟ يعلقوا لي ورقه تما يعني بروسي بروسي ويمشي يخلصوا صافي يجي للدار وخلصها. هادشي اللي كاين في اوروبا في الدول كلهم، ما باش تهز لي طوموبيل توديها وبعد المرات كيديوها حتى تما كيلقاها مهرسه. انا توقعت لي انا وقعت لي هاد القضيه هادي، الطوموبيل ديال الشركه كانت عندي وهزوها ملي مشيت لقيت محيد اللي الفار محيد سميتو يعني ما ومهرسه ما يعني حتى المستوى باش يدو معاك هذوك الناس تقول لهم اللي وقع اللي وقع ما كي جاوبوش معاك يقول لك الطوموبيل كسير معاك خلصوا الطوموبيل كسير. بالنسبه للديباناج انا تنفضل تكون المساله ديال ان حط وريقه وي بطبيعه الحال وي يعني بروسي ايوا يمشي يدي الواجب ديالو، تنفضل افضل من افضل هكذا يعني باش تهز السياره اللي ربما توقع اشياء في السياره غير لائقه، فتنفضل تكون المساله حاضريه يعني الاخر يدير لي وريقه لكن الاخر بطبيعه الحال غيتحمل مسؤوليته غادي يمشي يدي الواجب، وهذه تتبان لي انا طريقه حضاريه وهذا هو اللي خصو يكون. هذا الراي ديالك؟ نعم الراي ديالو بكل تواضيع. تحياتي. طريقة حضارية في قانون السير، طريقة حضارية 100%. مثلا أنت حطيتي طوموبيلتك يعني حطيتيها في شي بلاصة أنا غير قانونية، طلعتي عند شي طبيب ولا عند شي محامي هوتي ما لقيتيش الطوموبيلة ديالك داتها الديباناج، كي غيكون الشعور ديالك؟ الشعور ديالك غادي يبقى فيك الحال، ولكن أنت هو ما خصوش يحطها تمايا، لأنه غيعرق السير دوزيام بوسيسيون راه غيكون مشكل. البوليس غادي يجي وغادي يلقاو سميتو راه من حقهم غادي يديوها، هنا أنت درتي عرقلة السير غادي تكون سادة الشارع، هذه راه فوضى هذه. هذا الراي ديالك؟ هذا هو الراي ديالي يا استاذ. هذا الراي ديالو بكل تواضع. انا كيبان لي اخويا هاد الطريقه اللي كيديروا هذيك كتسمى طريقه تعسفيه، لانه باش دير الانسان السياره ديالو يكون حاطه وجه اذا به لقى داك الصابون ديال به، هذه زعما طريقه غير حضاريه بتاتا وقطعيه. انا كنشوف مثلا في الرباط، في الرباط مثلا الناس ناضوا وهضروا على حقهم راهم حيدوا لهم الصابو، دابا في الرباط كتحط السياره ديالك ما كاينش اللي كيقرب بها، بينما في الدار البيضاء ما بغيتش نعرف حنا علاه. كنهضروا على الديباناج، مثلا حطيتي الطوموبيله ديالك في دوزيام بوزيسيون وجات الديباناج داتها، كنتي طالع في شي اداره وهو انت ما لقيتيهاش. لا لا هذه طريقه ما كنسميهاش انا طريقه حضاريه، هي يعني على الاقل بعدا كانت غير الظروف يعني كاين بعض الظروف لانه كاين زاد الاقتضاد وحتى الاشغال حتى هي كتحيل دون انه الانسان يلقى فيني ستاسيوني، اذا كيضطر انه يدير دوزيام بوزيسيون، اذا خص يكون واحد النوع من التساهل والتراحم بيننا وتراحموا، لان الله سبحانه وتعالى راه كيبغي الرحمه بالعباد، فما بالك بالبشر مع البشر. كما قال لكم الاستاذ وتراحموا بكل تواضع. تحياتي.